مرحبا نسيم، شو بك زعلان؟ اول شيء وين الابتسام اللي بعرفها؟ منك مبسوط؟ صفرة دي ابتسامة صفرة. معنا كلنا مختلفين. طيب انتو بس موجودين؟ ايه لا في دينا وفي هايدي فوق. طيب فينا نعيط لهم بليز؟ مين في عيط لهم؟ عيطي لهم؟ هاي دينا. رح نعمل نبلش باكزرسايزز تبع الورم اب مثل اللي عملناهم هذيك المره، بنبلش فيهم على السريع. سو رح اطلب منكم تركزوا بليز، اوكي؟ تما نضيع وقت بانه انت روق وانت ظبط وانت مدري شو، وبعدين رح زد لكم اكزرسايزز عليهم فيهم الاصوات المفتوحه يعني الاو والاي وهول تبع الورم اب يلي انتم بتزيدون عليهم تتعاملون قبل البرايم، اوكي؟ دونك قبل البرايم سبت جمعه الجاي نهار الجمعه بدكم تعملوا كل الاكزرسايز اللي انا عم بعملهم هلا، اوكي؟ هلا بنرجع نتذكرهم الاربعاء والخميس على المسرح، بس بدكم تحفظون انتم لانه ما رح اعطيكم فيهم، في اشياء رح اعطيكم اياها بلا نوت، كل شيء بلا نوتات انتم بتعملوه لحالكم، اوكي؟ مثل تبع هذيك المره. دونك بدنا نشد بايدينا، نحن عم نفضل نفس للاخير، بس خلص برخي الايدين والبطن تحت السره وباخذ نفس. اوكي رح نبلش سوا كلنا، اوكي؟ رح عد لثلاثه، بخلص الثلاثه بتبلشوا تفضوا. 1 2 3 بنفضي. شدوا بايديكم مثل هذيك المره محمد. خلوا البوستير جالسه. محمد تعال جلس. برجع باخذ نفس بس ما بعل ما بعبي التشست من فوق، اوكي؟ مره ثانيه. مرة تانية. اوكي البوزيسيون تبع اللسان بتضل على السنين ما بيرجع لورا والا ما بيرجع لورا والا بيكبس على الحنجرة. على الاسنان؟ وي. اوكي ستوب. ايه. وما تطولوا عليها، توصلوا لها وبتوقفوا. تاني. ايه مرة تانية بليز وبتوقفوا. كثير عم برش. هيك لازم. Nassim, si tu la tiens pas avec ta main, ne le fais pas. Non, tu tiens. هذيك المرة قلنا إنه بدنا نقرصها بالكعب. أوكي؟ كلنا بدنا نقرصها، بنرجع إصبعنا سنتي ونص لورا وبنسكر نصها، أكيد مش أكثر من نصها. زيدي الهواء وخفي الصوت، سكريها شوي من تحت. لا، سنتي ونص، قربي شوي إصبعي. ايه وعلى البطيء اعمليها بس انا اول ما برجع برجع بعدين انا اوكي خففي الباور واعمليها على البطيء اوكي وقفوا بدي اسمع ما بعرف شو عم تعمل وارجع اسمع دينا بليز بس هون قطشت بالاخر سمعتيها كيف عملت بتوقفي شوي قبل او هون بتبطئيها تتقدري تعملي كنترول انت على الصوت لانه هون الصوت عم بقطش لانه بروبلي منطقه مش مشغوله كثير اوكي بطئيها كلها لتوصلي لها مرتاحه وما تقطش اعمليها مره اوكي خلصيها على الهواء نو اني سي با طون تور شفتي وين الكوبير هي بدك تشتغليها من هلا ليومين ثلاثه بدها تكون زبطت اوكي في قطش بالاول وقطش تاني بالاول وقطشتين بالنص وبالاخر. اول شيء ما فيك تبلشي وقت اللي تبلشي معناته خنق الصوت قبل ما تبلشي. دونك بدك تبلشي دائما ما تبلشي ببتش كثير واطي لو انت هيدا النوت عندك اياها بصوتك، بلشي دائما محل ما بتحكي، ما تبلشي اوطى هلا تيوسع الرينج وتعرفي كيف تعمليهم بعدين بنوطي اكثر. بتبلشي محل ما بتحكي على البطيء فوق وخليها ما تقطش اذا بدها تقطش وقفي قبل القطشه اوكي بعد هي احسن بكثير